السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر لكم كيكه جد سهله واقتصاديه وكتجي البنات بنينه وهشيشه غير بياغورت فاني. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. ندوز معكم دابا المقادير. ها هما البنات المقادير اللي كنعبروهم بكاس عنبه. اول حاجه كنحتاجو كاس زيت، كاس سنيدات، كاس البيضات، كاس حليب، وثلاثه الخمارات حمرين، وفانيليا وحدة، ودانون ديال لافاني، وشويه الماء، والدقيق البنات على حسب الخليط. We'll be right back.
انتما البنات انا دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بالدقيق باش ما تلصقش ليا الكيكه ديالي، ومن بعد غندخلها للفران على درجه الحراره ديال 180 درجه و25 دقيقه ديال الطياب. ردوا مع البنات البنات كنتمنى تنال اعجابكم. ها هي الكيكه البنات طابت، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ملي تبرد البنات عاد حيدوها من المول، وكنتمنى منكم تبارطاجيو لا فيديو ديالي وديروا ليا جيم وابوني، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وشكرا على المشاهده.